أدلى الفنان فاروق حسني وزير وزير الثقافة السابق اليوم الأربعاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرة الدقي، زي ما حضراتكم شايفين الصور قدامنا. وصرح حسني عقب الإدلاء بصوته في المشاركة في الانتخابات إن المشاركة دي بالطبع واجب وطني وعمل وطني إيجابي، وكالمعتاد التف حول الفنان فاروق حسني الناخبين لالتقاط الصور التذكارية معه. احنا شايفين الصور اهي قدام حضراتكم على الشاشة، وطبعا احنا بنقول لكم اولا باول كل الاخبار المتعلقة بالعملية الانتخابية.